للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر سكايب من موسكو الدكتور محمود الأفندي الباحث في الشؤون الروسية. دكتور محمود، مرحبا بحضرتك بداية، وسأبدأ معك بهذه الانتقادات الغربية التي وجهت إلى روسيا وتحديدا وزير الخارجية سيرجي لافروف لرئاسة هذا الاجتماع التنفيذي في مجلس الأمن. ما تعقيبك وما المتوقع من هذه الرئاسة والمناقشات؟ أول شيء سعد صباحك سيدتي الكريمة والأخوة المشاهدين. يعني حتى الآن لا أعلن ماذا هذه الانتقادات، هي أمور قانونية، روسيا عضو دائم في مجلس الأمن، وبالإضافة أنه هذا المقعد أخذته ليست يعني باختصار كما يقولون، فهي انتصرت في الحرب العالمية الثانية وحررت العالم من النازية والفاشية، والآن في مرحلة أخرى من تحرير النازية والفاشية الجديدة. ففعليا هذا المقعد قانوني 100% لروسيا، ولا الحق بترأس حسب القانون، حسب كل 15 شهر، كل شهر تترأس دولة من 15 دولة موجودة في مجلس الأمن، يعني من بينهم الخمسة الدائمين العضوية. ففعليا هو عبارة عن منصب فخر، يعني فعليا روسيا تستطيع في هذه الفترة التي ترأسها أن أو تفتح بعض السجلات أو القرارات لدراستها حسب سياستها الخارجية. فعلى سبيل المثال يمكن أن تفتح ما يسمى ملف الأسلحة البيولوجية الموجودة أو المخابر البيولوجية الموجودة في الاتحاد السوفيتي السابق وفي دول العالم في الولايات المتحدة الأمريكية. يمكن أيضا أن تدرس ما يسمى قانون أو ما يسمى ملف تفجير غاز الشيل الشمالي 1 و2. تستطيع كل دولة أن بترأسها مجلس الأمن أن تدرس ملفات خاصة بسياستها الخارجية، فهذا شيء طبيعي. يعني لا تدرس ملف أو ملفات لحلفائي أو أصدقائي، فهذا شيء طبيعي يحصل. ولكن الانتقادات أنا حتى الآن لا أفهم لماذا، لأنه فعليا لا يستطيع أي دولة في العالم أن تخرج روسيا مجلس الأمن. نعم. قانونيا هذا ما قالته واشنطن بالفعل، أنه لا مسار قانوني في التعامل مع مسألة وجود روسيا داخل مجلس الأمن طبعا. ولكن على أساس الانتقادات ما ذكر من الجانب الأوكراني أنه كيف يكون أو تكون دولة ممثلة داخل مجلس الأمن وتترأس الخارجية بها هذا الاجتماع التنفيذي، ورئيس هذه الدولة متهم من قبل الجنائية الدولية. يعني هناك تناقض ما بين مسألة المعايير والقيم التي يتعامل بها مجلس الأمن مع اختيار روسيا أو مع تصدر روسيا ورئاستها، هذا على حسب الرواية الأوكرانية. يعني طبعا هذا الرواية الأوكرانية، يعني من الصعب ما يسمى التكلم على أنه فعليا هي مريضة نوعا ما الرواية الأوكرانية، أنه فعليا في فرق بين المنظمات. أول شيء محكمة الجناية الدولية هي منظمة خاصة أسست عام 1970، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية ليست عضو فيها وليست روسيا عضو فيها. ففعليا هي منظمة ليست تابعة للأمم المتحدة وليست تابعة لمجلس الأمن ولا تتخذ قرارات مجلس الأمن. يعني شيء آخر، يعني منظمة هي أسست في روما بالسبعينات وانضمت إليها بعض الدول، 120 دولة، 115 دولة، دول تخرج ودول تدخل، ولكن فعليا قانونيا أو على القانون الدولي ليس لها أي أهمية. يعني فعليا هي ليست قانونية، لأنه حتى الدولتين العظماء في العالم الكبار التي تصارعون الآن في أوكرانيا، يلي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ليسوا عضو فيها. فدائما الإعلام الأوكراني أو التصريحات الأوكرانية دائما تأخذ مبدأ الاستفزاز، يعني هو نوعا ما لتشكيل أو ما يسمى خلط الأوراق بين بعضها، فشتان بين منظمة ومنظمة. يعني حتى الآن يمكن أن يقولوا منظمة العفو الدولية هي لها علاقة، في منظمات خاصة بالأمم المتحدة وفي مجلس الأمن في عضوية غير، هي منظمات كل منظمة لها قانونيتها ولها ما يسمى اختصاص لها. ففعليا ليست هناك أي خلط بين، لا تستطيع أي سياسة في العالم أن يخلط الأوراق بين بعضها. فمجلس الأمن هذا مجلس الأمن، والمحكمة الجنائية محكمة جنائية، ليست لها قوة قانونية على ما يسمى دول العالم. يمكن أن تفرض آراء على دول أعضاء، هذا شيء مهم جدا. يعني يمكن، ولكن لا، ليست لديها قوة سياسية كمجلس الأمن. فشيء طبيعي، يعني إذا قلنا الولايات المتحدة الأمريكية ترأست مجلس الأمن عدة مرات مع أنه هي متهمة، يعني كانت ليس مجرد لا ترتكب الجرائم في العراق وأفغانستان ويوغوسلافيا وتترأس مجلس الأمن، هذا شيء طبيعي. هو مجلس الأمن ما هو؟ هو مجلس القوة. يعني خمس دول يلي انتصروا بالحرب العالمية الثانية هم وضعوا القانون الدولي وهم فعليا ما يطبقونه. يعني فعليا هي دول كبار في العالم بعد الحرب العالمية الثانية، هذا التطبيق كان حسب اتفاقية مالطا.
فيعني انا لا يعني لا استطيع ان اعقب على كلام اوكرانيا انه فعليا الاعلام انتم بحاجه الى اطباء نفسيين وليس لمحللين سياسيين لتعقبوا على طيب. الأخبار الأوكرانية. طيب دكتور محمود، حضرتك ذكرت أنه الرواية الأوكرانية التي تأتي دائما من الإعلام الأوكراني أو الجانب الأوكراني هي رواية بها شيء من الاستفزاز. المناقشات التي تم الإعلان عنها من قبل الخارجية الروسية تتحدث عن التعددية وتتحدث عن عالم متعدد الأقطاب، ألا يعد هذا استفزازا بالنسبة لباقي الدول التي ترفض هذا المبدأ في السياسة الخارجية لروسيا؟ أنا فقط يعني أنقل لحضرتك وجهة النظر الأخرى. صح طبعا. يعني هلأ فعليا لماذا مجلس الأمن خمس دول عضوية؟ هو بالأصل لما أسس مجلس الأمن بدول خمسة ولهم حق الفيتو هو على أساس عالم متعدد الأقطاب، يعني خمس أقطاب في العالم اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وفرنسا وأنجلترا المملكة المتحدة. ففعليا هو أصلا تأسيسه متأسس على أساس أقطاب، خمس أقطاب موجودين في العالم. يعني فروسيا الان، ولكن فعليا اللي حصل بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، الولايات المتحده الامريكيه سيطرت على كل هذه الاقطاب حتى روسيا نفسها. يعني حتى روسيا كانت مستعمره وليست لها سياده امام الولايات المتحده الامريكيه. روسيا على فكره تحاول استرجاع سيادتها الان، تحاول الان في بدء العمليه العسكريه، ولكن فعليا هو اصل وجود مجلس الامن هو عالم متعدد الاقطاب. روسيا تحاول اول شيء أن تعود إلى هذا، تعود إلى هذا القانون، هذا أول شيء، وإدخال أقطاب أخرى. يعني هناك أقطاب أخرى الآن في العالم موجودة، على سبيل المثال الهند، على سبيل المثال السعودية، على سبيل المثال تركيا. يعني هناك دول الآن ناشئة يمكن أن تدخل في مجلس الأمن وتصبح أقطاب دولية. لذلك روسيا بقراراتها وكل شيء تحاول أن تضع أو تعود إلى القانون الدولي الذي وضع بعد الحرب العالمية. نعم. يعني حتى لو فكرت سيد الكريم، لماذا خمس دول دائمة العضوية؟ كان حتى دولة واحدة هي التي تقرر العالم، ولكن خمس أدوار يعني خمس أقطاب. لكن فعليا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي أصبح قطب واحد. الولايات المتحدة الأمريكية سرقت السيادة من دول أوروبا، وسرقت السيادة من روسيا، وأيضا من الصين عن طريق التدخل الاقتصادي فيها، فأصبحت هي القرار. يعني على سبيل المثال لما أصبحت تدخل، يعني أصبحت قرارات مجلس الأمن ليس لها أي نوع من أنواع الأهمية. يعني هي غزت العراق بدون قرار مجلس الأمن، غزت يوغوسلافيا كذلك. يعني فعليا نعم. هي الدولة أنا فقط تعمل ما تريد. نعم دكتور محمود، فقط سألت حضرتك أنه يعني لماذا لم تختار الخارجية الروسية مثلا في رأيك موضوعات مثل أو ملفات مثل الأسلحة البيولوجية أو السياسة الخارجية لروسيا كما كان هو في المرسوم الأخير اللي تم الإعلان عنه؟ يعني لماذا لم يتم الحديث عن موضوعات أخرى وتم التركيز على مسألة التعددية تحديدا؟ يعني هذا كان سؤالي، لأنه البعض يرى أنه هذا يعتبر استفزاز لهذه الدول، وكان الأولى التركيز على موضوعات أخرى. يعني استفزاز لأي دولة؟ لأي دول؟ للولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية سياستها قائمة على هيمنة على العالم. يعني استفزاز لمن؟ لدول أخرى. من هي الدول؟ هي دولة واحدة فقط، الولايات المتحدة الأمريكية. دعنا نضع النقاط على الحروب، ليست هناك دول أخرى. الولايات المتحدة الأمريكية تأمر وتفعل ما تريد في العالم. هي قرارات، يعني كله ضغط ضغط سياسي على كل هذه الدول. نرى فعليا يعني حتى التصويت في مجلس الامن، التصويت في الامم المتحده، كله تحت الضغط الامريكي. على سبيل المثال اعطيك نقطه، مره الوزير لافروف تحدى الولايات المتحده الامريكيه ان يجعل التصويت على اداره روسيا في الحرب على حرب على اوكرانيا التصويت السري. لا اصبح التصويت كله من طرف روسيا، ولكن اصرت الولايات المتحده الامريكيه على التصويت العلني. نعم. ففعليا هي تستفز دوله واحده، وروسيا تريد ان يعني روسيا تريد ان تحصل على استقلالها. يعني هذا امر مهم، واستقلال دول اخرى. يعني حتى روسيا مسلوبه استقلال ضمن مجلس الامن. يعني على سبيل المثال اعطيك مثال، حرب العراق عام 2003 هناك كان ثلاثه فيتو على حرب العراق، فرنسا، روسيا، الصين. ماذا حصل؟ غزت العراق حتى بدون اي دليل قانوني، وبعد ذلك اعتذرت وقالت هناك خطا من المخابرات الامريكيه بعد قتل مليون عراقي، وحتى الان ليس هناك اي بلد اسمها العراق. يعني في الامام اربع بلاد في العراق. نعم. ففعليا روسيا تحاول اول شيء، اهم شيء في السياسه الدوليه ان تصبح الدول سياده. عندما نعم. تصبح للدول طيب. سياده نستطيع ان نتكلم عن القانون الدولي. نعم. ولكن ان تكون هذه دوله تطبق القانون، دول تطبق ودول لا تطبق، هذا ليس قانون دولي. هذا قانون غبي، الكبير يكون الصغير. وهذا ما يحصل نعم. فعليا. وضح الدكتور محمود. الولايات المتحده الامريكيه كالذئب تاكل الجميع.
طيب. وتسيطر على الجنه. اعتذر عن بكل شيء بكل سياق عن يعني ضيق الوقت، ولكن طبعا فكرتك وصلت. اشكرك جزيل الشكر الدكتور محمود الافندي الباحث في الشؤون الروسيه ضيفا عبر شاشه القاهره الاخباريه، شكرا جزيلا لك.